اللي يقوله عبد الرزاق يخسي عنا ما نقبل اديه الراس بالراس سالم ينقتل يعني ينقتل. اي انا قلت له الكلام لكنه يهدد ويقول ابا حاصر القبيله كلها وبحرقه بهله. يكون اخر يوم بعمره ووصل له هالكلام. انا قلت له ان التهديد ما ينفع معك يا سعد ولا الا ايه. لكن سبحان الله العظيم كل ابوكم تشبهون بعض بالطمع. هو يبي يحط ايده على القبيله لكن بطريقه الشيخ عقيل حتى وننقتل سالم. وانت تبي تحط ايدك على القبيله لكن قدامك راشد. راشد؟ يا رجال راشد عساه يدبر نفسه. القبيله تبي رجال مهيوب وعنده خبره بامور الدنيا والحياه. صدقت، لكن الناس يعتبرون راشد بنظرهم هو الكبير. تعال يوم الناس تروح الطالب بقصاص الشيخ فالح. من راحوا لامه؟ راحوا لخيمه راشد لانهم يعتبرونه كبيرهم. ابد ما يصير، راشد صغير ويبيله واجد عشان يعرف الامور الحياه والقبيله. انت تدري ان به رصاصه اخطا طريقه وذبحت الشيخ فالح، وانت جتك الفرصه الحين لحد عندك ان تتخلص من سالم، ويمكن نلقى رصاصة طايشة وتخطي طريقه وتذبح راشد. الحين تقهو. ابشر